تحية طيبة لكم جميعا مشاهدينا الكرام. نحن الآن في الجزء الأول من هذه التغطية المباشرة والمفتوحة. طبعا ما زلنا نثر النقاش حول محاور هذه المليونية الأخيرة التي أبدع بها الجزائريون ليس فقط في العاصمة بل أيضا في باقي الولايات 48. مشاهدينا، إصرار لا مثيل له من أجل أن تسود كلمة الشعب الجزائري وأن يقرر مصيره بنفسه. هذه أبرز ملاحظة يمكن أن تستشف من هذا الإنزال الحاشد. هناك من وصف ذلك بتسونامي، وقد واكب ذلك المناسبة التاريخية أول نوفمبر 1954 ذكرى انطلاق أول رصاصة لاستعادة هذه الأرض المغتصبة من قبل الاستعمار الفرنسي. ولكن أبرز الملاحظات لهؤلاء المراقبين قالوا أن جيل نوفمبر سلم أمانته للجيل الحالي، وهو جيل 22 فبراير، الذي رأى بأن الاستقلال ليس كافيا ولا شافيا ولا وافيا، وبالتالي فإنه في حاجة، بل في أمس الحاجة، إلى الحريات الأساسية لضمان بقائه وكذلك لضمان وصول صوته، وبالتالي فهو لديه الحق، كل الحق، لتقرير مصيره بنفسه. هذا بالنسبة للمليونيات. بعد ذلك مشاهدينا الكرام ننتقل إلى الإضرابات والغضب المتصاعد في الشارع الجزائري في عدة مجالات، ولكن على رأس هذه المجالات والميادين القضاء، حيث هوجم القضاة أمس في مجلس القضاء وهران من قبل القوى العمومية، من قبل حتى الدرك وليس الشرطة. هذا ما خلف جدلا كبيرا في الساحة السياسية والإعلامية، وهنالك حتى بيانات صدرت عن منظمات دولية وعربية تدين الذي حدث للقضاة، وهي سابقة خطيرة جدا في الجزائر. لأول مرة تحدث مثل هذه الحادثة منذ عام 62 1900، اللي هو ذكرى استعادة الاستقلال الوطني. ولكن قبل هذا مشاهدينا، قبل أن نتحدث عن المليونية ثم المحاور الأخرى، خاصة الإضراب للقضاة المستمر والتعنيف لهم في مجلس قضاء وهران، دعونا نتصفح أبرز العناوين الواردة في الصحافة الجزائرية اليوم. بالنسبة لجريدة الخبر اليوم، فأبرز عنوان لها: الصراع بين وزارة العدل والقضاة يصل إلى الذروة. الدرك، مثل ما ذكرت أنا في المقدمة، الدرك وليس الشرطة، الدرك يقتحم مجلس قضاء وهران لإنهاء الإضراب، إضراب القضاة طبعا. اجتماعيا، إجراءات تنظيم العقار الصناعي حبر على ورق. وزارة الصحة تحذر من مفرقعات الألعاب النارية، تعرفون المناسبة هي ماذا؟ تزامنا مع قرب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. تربويين، رفعوا التجميد عن مراجعة القانون الأساسي للتربية. الوزير بالعابد يقرر تطبيق المرسوم 14-266 لإعادة تصنيف الأساتذة. البلاد، رفعوا التجميد عن التوظيف في القطاع العمومي، فتحوا 33,000 منصب عمل جديد. طبعا مع اقتراب الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات المرفوضة شعبيا سنستمع كثيرا لهذه الإعلانات. قضائيين، إضراب القضاة تمرد وعصيان. هذا الذي صدر عن مدير شؤون القانونية بوزارة العدل، وهو طبعا أحد الناطقين باسم هذه الوزارة التي يقودها زغمتي. الإضراب الوطني يدخل أسبوعه الثاني. الجزائريون يحجمون عن التحواس والإفلاس، يهدد الوكالات، هكذا قال جريدة البلاد. تربويين، تعديلات جديدة على امتحان البيام، شهادة التعليم المتوسط. أخبار اليوم في مجال التربية، وزارة التربية تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة حول ماذا؟ حول تدريس الإنجليزية في الطور الابتدائي. وهنا قد نتساءل لماذا كل هذه السنوات كلها ضاعت قبل حتى عهد بوتفليقة. التربويين في الجزائر يقولون لابد أن نعطي الأولوية للإنجليزية. نحن الآن في عام 2019، انتبهوا أنه ما كان يقولونه صحيح. التوتر يتصاعد بين القضاة ووزارة العدل، وصفت حركتهم بالتمرد. المجلس الدستوري يتولى نشر ماذا؟ القائمة النهائية للمترشحين. الجيش يدعو إلى الاستلهام من ثورة نوفمبر. تحضيرات مكثفة لإيواء المشردين عبر شوارع الجزائر العاصمة. جريدة النصر الصادرة في شرقي البلاد قسنطينة، نائب رئيس السلطة الوطنية للانتخابات عبد الحفيظ ميلات: درسنا ملفات المترشحين بدقة وسنضمن نزاهة الاقتراع. العثور على جثث امرأة وأبنائها الثلاثة واشتباه في الأب. ما قام به القضاة تمرد، و 80% منهم طلبوا العمل في مدن كبرى. هذا الذي قاله مدير الشؤون القانونية بوزارة العدل، وكان يتحدث باللغة الفرنسية، وهذا ما يخالف الدستور. المجلس الدستوري يعلن القائمة النهائية للمترشحين في أسبوع، والحملة الانتخابية حدد لها 17 نوفمبر لبدايتها. وقت الجزائر، المعلمون يهددون بإضراب مفتوح أو مقاطعة الامتحانات. يواصلون اليوم إضرابهم للاثنين الخامس على التوالي، ويلجؤون إلى مراجع خاصة للتدريس. مواجهات داخل المحاكم، قضاة منعوا من التنصيب وآخرون تسلموا مهامهم بالقوة العمومية.
اتحاد منظمات المحامين يدين الاعتداء على القضاة، إيداع 4 موقوفين من الحراك الحبس المؤقت. المتقاعدون طاقات ضائعة بين الساحات العمومية على الصعيد الاجتماعي، قالت جريدة وقت الجزائر. الجزائر الآن اقتصاديا العملة الوطنية تسجل مستوى متدنيا في السوق الرسمية بسبب نفور المتعاملين وعدم إقبالهم على الدينار الجزائري. حزب التحرير الوطني الأفلان يشترط التفاوض قبل دعم أي مرشح، وأغلب الأنظار تقول أن حزب التحرير الوطني مرشحها وتبون. وزير شؤون دينية بالمهدي يهاجم التيار العلماني في الجزائر، نقابة سون الغاز في إضراب ابتداء من 5 نوفمبر. الجرائد الناطقة باللغة الفرنسية اخترنا لكم الوطن لي ماجسترا سو لو شوك، القضاة تحت الصدمة. جريدة ليبرتي دي ماجسترا فيولونتي على كور دوران، القضاة يعنفون في مجلس قضاء مدينة وهران. هذه أبرز العناوين التي اخترناها لكم الآن. يصطحبني في قراءة وجيزة مقتضبة لهذه العناوين الأستاذ بالقاسم ناي صالح، المحامي ورجل القانون والناشط الحقوق. أستاذ بالقاسم، ماذا يمكن أن نعلق على أبرز هذه العناوين ربما كنت تستمع إليها المتعلقة بالقضاة؟ ما جرى للقضاة في مدينة وهران؟ واليوم أيضا بلغنا أنه هناك من القوى العمومية من تحيط مقر المحكمة في الجزائر العاصمة أيضا. هو السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا أستاذ القاسم. هو كما تفضلت بقراءة الصدمة ما جاء في جريدة الوطن، القضاة تحت الصدمة، ليس القضاة يعني الكل تحت الصدمة. يعني أنا اليوم التقيت كتسي مجلس في محكمة في مستغانم، رأيت يعني القضاة نفسيتهم محبطة. أيوة. يعني اكتئاب كبير، يعني نفسيتهم يعني في حالة يعني نفسيتهم يعني غير طبيعية. أيوة. الأمس يعني ما جرى بمجلس قضاء وهران سابقة خطيرة، وبالتالي أنا من هذا المنبر يعني أؤكد تضامني التام مع القضاة، ولا أقبل بأي مناقشة الأسباب أو الذرائع وتحت أي مبرر لاستعمال العنف وتعنيف القضاة، يعني وانتهاك حرمة مجلس قضاء وهران، انتهاك يعني صرح للعدالة رغم ما أخذنا على العدالة في الجزائر، وليس هذا من اليوم، هذا مسيرة نضال. لكن أننا تحت أي ذريعة أو سبب نلجأ إلى يعني ابتداء قوة الشغب التابعة للدرك ويعني تعنيف القضاة والقيام بضربهم، هذا غير مقبول أخلاقيا. وهناك من تساءل على الدرك، لماذا الدرك أستاذ القاسم؟ لماذا الدرك الوطني بدلا من الشرطة؟ يعني الأمس كانت يعني تلقى القضاء يعني ضربة قوية. الأمس يعني سمعة الدولة الجزائرية تلقت يعني المحك، مساس بسمعة الدولة يعني لا يمكن تصوره. لماذا الدرك ولماذا ليس الشرطة؟ أنا والله لست يعني على علم، ولكن يبدو قراءتي أن هناك قراءة سياسية. نعم، أن هناك قراءة سياسية و يعني توجيه رسائل من طرف جهة معينة. تمام. يعني ارتأت أنها لا بد أن تستعمل هذه الأساليب يعني البائدة في المساس بحرمة والتعدي. يعني لا توجد في أي دولة من العالم أين تدخلت قوات الشعب، أنت تتعامل مع قضاة رغم اختلافك معهم في الرؤى والتصورات والانعدام يعني التواصل إلى ما لا ذلك، لكن أنك تستعمل قوة محاربة الشعب يعني داخل حرم مجلس قضاء وهران، هذا أخلاقيا غير مقبول بتاتا مهما كانت الأسباب والذرائع والمبررات. نعم. طيب، هناك أخبار تتحدث حتى أنه في بن عكنون أيضا هناك حصار من قبل القوى العمومية للمحكمة هنالك، كذلك في مناطق أخرى، تحسبا لقدوم القضاة وبقائهم في مناصبهم للحيلولة دون التحاق هؤلاء القضاة الجدد الذين عينوا طبعا في هذه الحركة الجديدة، فالصراع مستمر. لا، هو الأكيد أن القضاة ما رأوه الأمس ووقفت اليوم أن يعني أغلبيتهم غير قابلة لما التصرف الصادر الأمس، ولكن هناك إدراك بأن بدأت الأمور تستعصي، غياب قنوات الحوار، غياب بيداغوجيا لدى
لدى الوزارة، غياب الوسيط الحقيقي الذي يحظى حتى يقوم بحل حالة الأوضاع. يعني الآن المأزق الحقيقي ها هو ما حذرنا منه، أن الآن سمعة البلد يعني تعرضت الأمس، تلقت يعني ضربة قوية سمعة البلد. نحن نتكلم عن سمعة الدولة بين الأمم وبين الدول، نحن لا نتكلم عن شخص أو أشخاص، نتكلم عن سمعة دولة من بين الدول العالم، لها تاريخها ولها موقعها الجغرافي. يعني كان على الناس أن تحتسب، يعني أن تقوم بعملية حسابات دقيقة لغياب هذا التواصل. ولماذا والأسباب والمبررات؟ لأن هناك كلام وكلام مضاد، وهناك يعني تفسير قانوني وهناك تفسير سياسي. لماذا وصلنا إلى هذه الهزيمة النكراء للدولة الجزائرية والمساس بالقضاء؟ لماذا وصلنا إلى هذه الحالة؟ من هو المسؤول عن هذه الحالة التي وصلنا إليه؟ في الوقت نفسه صباحة اليوم تم تنصيب مثل ما ترون مشاهدينا في الصورة جلاتي دنيا، وهي رئيسة لمحكمة سيدي محمد مثل ما تبين الصورة. تعيين جلاتي دنيا رئيسة لمحكمة سيدي محمد، والتي عينها بوتفليقة سابقا في اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات في تشريعيات ماذا؟ عام 2012. الآن تعود في حلة جديدة، منصب جديد، رئيسة لمحكمة سيدي محمد. أستاذ القاسم تفضل. نعم، الأكيد الأكيد أن هناك يعني هناك قراءتين، قراءة سياسية وقراءة قانونية. وأنا كنت قد قلت لبعض الزملاء القضاة، قلت لهم هناك يعني إذا انتقلنا من القراءة السياسية القانونية فأنتم في مركز كذا وكذا وأنكم مسؤولون. أما القراءة السياسية هي لماذا الهجوم بهذه الأساليب على يعني القضاة؟ لماذا اللجوء إلى التعنيف القضاء، يعني إلى المساس بكرامتهم؟ يعني ماذا سوف نحن دخلنا في منطقة الخاسر خاسر، يعني لا يكون هناك رابح. الخاسر الأكبر هو الدولة الجزائرية، الخاسر الأكبر هو القضاء الجزائري، هي سمعة الدولة الجزائرية، هي سمعة القضاء الجزائري. مهما كان علينا من مآخذ، لكن أنك مهما كانت أخلاقيا غير مقبولة أنك تستعمل العنف ضد القضاء، يعني غير مقبول. لا، لم يجري في أي دولة يعني أننا وصلنا إلى هذا الحل من محاولة يعني هذا القسم لتكسير العظام. هو التشفي ليس من شيمنا ولا من أخلاقنا، ولكن هناك من كتب في مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا هنا فقط أنقل، يقول الأطباء القضاة جاء دورهم الآن، لأنهم سكتوا سنوات وسنوات في عهد بوتفليقة، والقوة العمومية تضرب وتشج رؤوس كثير من الأساتذة، العمال، عائلة المختطفين، مجرى الأطباء يضربهم المفتوح. كل هذه المظاهر اللي كان تشهدها الجزائر في سنوات في عهد بوتفليقة كان القضاة ساكتين عن هذا. الآن أتى دورهم فضربوا أمس مجلس قضاء قسنطين، وليس هنالك تشفي، أنا فقط أنقل ما كتبوه. سكوت القضاة عما كان يعني فترة التسعينات أتى دورهم الآن. هو في حقيقة الأمر أنا كنت قد قلت بأننا لسنا بعد يعني دخول اللاعب الرئيسي والمحور في المعادلة وهو الشعب منذ 22 فبراير، كنت قد صرحت وقلت بأننا لا نريد معاركا أفقية. نعم. معركتنا تكون عمودية بين الشعب وأصحاب القرار للانعتاق ورفض الوصاية التي دامت لأكثر من 57 سنة. الآن نحن بحاجة إلى صراعات أفقية، لا نتشفى ولكن نريد أن نتآثر. الآن يعني فشلت محاولات تقسيم الشعب والحراك، نحن نكمن ونريدهم معنا في الصف الأول، نريدهم يعني حتى يقومون بدورهم المنوط إليهم دستوريا وقانونيا. طيب، صدى الإضراب انتقل إلى خارج البلاد أستاذ بالقاسم. منظمة المحامين العرب كذلك بالنسبة للاتحاد الوطني لمنظمة المحامين بين يدي نسخة منه، يقول الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين أنه يدين مثل هذه التصرفات ويعتبرها مساسا خطيرا بسيادة السلطة القضائية وتصرفا غير مقبول مهما كانت الدواعي والمبررات. بهذه المناسبة فإن إضراب السادة القضاة الذي دخل أسبوعه الثاني ترتب عنه شلل تام للسير العادي لمرفق القضاء، مما أثر تأثيرا كبيرا على حريات وحقوق المتقاضين. هل لديك ملاحظات أو تعليق على هذا البيان، بيان الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين؟ نعم فضل.
نعم، بيان الاتحاد الوطني للمحامين كان يعني متسما بالحكمة، لأن هناك حقوق تعرضت الآن أصحابها سواء كانوا مسجونين أو خارج السجن ينتظرون المحاكمات، وبالتالي هذا المساس بحرياتهم وعدم محاكمتهم مساس بمسبق العدالة وهو مسبق حيوي. نعم. وهنا يعني المساس في الصيغة القانونية والصيغة القانونية لمؤسسات الدولة. نحن نتكلم عن مؤسسة دستورية نختلف معها في كثير من الجوانب ونطالب بإصلاحها، ولكن أن نبدأ إلى استعمالها واعتبارهم كأنهم مجرمين هذا غير مقبول أخلاقيا. وعلى هذا بيان اتحاد منظمة المحامين وأنا تمنته الأمس اتسم بالعقلانية. نحن في حاجة إلى أصحاب العقل، الآن نحن في حاجة إلى أصحاب العقل حتى لا تذهب الأمور إلى التحكيم وإلى كسر العظام، لأن الخاسر لا يستعمل، ليس هناك رابح، الخاسر هو الوطن، هي الدولة، هي القضاء، هو الشعب في محصلته، من يقبعون في السجن؟ هم مواطنون جزائريين، إذا لم يتم محاكمتهم فهم لا يبقون دائما داخل زنزانة السجن. نحن نطالب ب أن يتدخل عنصر، وأنا كنت طلبت من بعض الزملاء والنخباء ونديت الاتحاد أن يتدخل كسلطة تحكيمية بين وتقارب نظر منظور ووجهات النظر بين الطرفين، لأن الذهاب في منطقة يعني كسر العظام سوف يزيد الأزمة تعقيدا وتستعطي الحل. نحن نريد أن يكون هناك عقلاء يتدخلون، لأن الآن نحن في أزمة سياسية، ها هي عوارض الأزمة السياسية. نعم سيد القاسم، عوارض الأزمة السياسية. كما قلت لك في مواقع التواصل الاجتماعي ليس هذا من الذي بدر منهم أنه تشف فيما جرى لهم، ولكن يقولون حتى القضاة كان عليهم أن يكونوا في مستوى هذا الحراك، مستوى هذه الثورة السلمية منذ بداية، تأخروا كثيرا، ويقولون بأن صراخهم أمس في مدينة طهران هو غيظ من فيض ذلك الألم الكبير الذي سببته أحكامهم على معتقلي الرأي، على هؤلاء الذين اختطفوا من الشوارع ومن الساحات والميادين، هناك من حكم عليه بسجن، هناك من ما زال ينتظر حكمه، ولذلك فهم يطلبون من القضاة أن يعودوا لتحكيم العدل ويكونوا في مستوى هذه التطلعات لهذه الثورة السلمية بدلا من فقط الثورة بخصوص هذه الحركة التي طالتهم. كان من الأولى أن يقول القضاة لا بد أن نكون مع الشعب جنبا إلى جنب، نتخندق معه ونحكم استقلالية القضاء، ليس هنالك شيء غير استقلالي، هذا الذي لا بد لهم منه. هو في حقيقة الأمر ليس بالأمر الشعب، أنت لديك تراكمات 57 سنة يعني لم يكن فقط القضاء هو ضحيتها، كان الشعب برمته، وقضية استقلالية القضاء هي مطلب الشعب وليست مطلب فئة. نحن إذا كان الشعب يريد قضاء مستقلا فيجب أن يناضل من أجل ذلك، وأن لا يرمي كرة على القضاة فقط، هناك ترسانة، هذا لا يعفي القضاة من المسؤولية، ولكن سيد بلقاسم يقولون ماذا لو رفض القضاة هذه الاتصالات الفوقية من زمان، ليس الآن فقط انتبهوا بأنه لا بد من قضاء مستقل، ليس هنالك دولة قوية بدون قضاء مستقل، كان عليهم أن يعلن ذلك منذ سنوات ويرفضوا هذه الاتصالات ويحكموا القانون ويبقوا فقط مع الشعب يتخندقون معه، هذا المطلوب. وقلت دائما هذا ليس تشف من هؤلاء الذين يكتبون في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يقولون لماذا سكت القضاة السنوات الماضية لما كانت هذه القوى العمومية من شرطة ودرك وقوة خاصة في العاصمة خصوصا يضربون الناس وهم يتظاهرون سلميا، يتكلمون عن عائلات المختطفين في التسعينات، يتكلمون عن العمال، يتكلمون عن قوة الذاتي، قوة الدفاع الذاتي اللي هما الحرس البلدي، يتكلمون أيضا عن الأساتذة الذين أضربوا في عهد بن غبريت وزيرة التربية، يتكلمون أيضا عن الأطباء اللي فتحوا إضراب، اللي قاموا بإضراب مفتوح، نذكر ذلك حوالي 6 أشهر في الإضراب، يا ما ضربوا من قبل القوى العمومية، الدماء تسيل، الصور منقولة عالمين، والقضاة ساكتون. الآن لما ضرب القضاة الكل قالوا لماذا يضرب القضاة، ليس هذا تشفيا في القضاة، ولكن هم يقولون لقد أكل هؤلاء القضاة يوم أكل الفور الأبيض، بمعنى سكوتكم هو الذي أوصل الأمور إلى ما هي عليه اليوم. أستاذ إبراهيم غربي نرحب به، الناشط السياسي معنا من الجزائر،
كيف نحلل ما يحدث للقضاء أستاذ إبراهيم؟ أستاذ إبراهيم نعم نسمعك تفضل. أنا في الطريق دقيقة غصب. الصوت يتقطع أستاذ إبراهيم، الأفضل أنه الشباب يعيدون الاتصال بك حتى نسمعك بوضوح، الأفضل هكذا. هل أستاذ بالقاسم؟ أستاذ بالقاسم؟ نعم. نعم واصل واصل، ما زلنا نحل. نعم. هذا البيان، بيان بيان المحامين. هو المحامين يدركون بأننا لا يمكن أن نذهب والمطالبة باستقلالية القضاء دون أن يكون هناك شريك أساسي وهما قضاة، يعني لا معنى لاستقلالية القضاء دون القضاة، ونحن ندرك ذلك والاتحاد يدرك ذلك، هذا في إطار نقاشاتنا، وهذا يصب في مصلحة الحراك والشعب الذي يريد أن يكون له دولة القانون والحق وأن تكون له قضاء مستقل. نعم. لا يخضع، لكن 57 سنة في بناء يعني متشابك للقضاء الجزائري، يعني ترسانة قانونية من الدستور إلى أبسط القوانين العضوية جعلت من استغلال السلطة التنفيذية على القضاء، وأصبح القضاء يعني تحت سلطة القضاء، تحت سلطة السلطة التنفيذية، يعني تعمل ما تريد، وبالتالي هكذا أقامت يعني السيطرة على المجتمع. لا نريد أن يبقى القضاء يعني عصا لتطويعه وإدخال الشعب في إلى بيت الطاعة، نريد قضاء مستقلا نبنيه، مطلب المجتمع، ونبنيه محامين وقضاة وكل أعوان القضاء حتى نجعل من القضاء سلطة مستقلة. ولكن بمناسبة أول نوفمبر سيد القاسم، بمناسبة أول نوفمبر قايد صالح رئيس قائد الأركان همس لي اسمه لي وزير العدل بيقنوا جيسكو بو باللغة الفرنسية، يعني قالوا إلى آخر المحطة، يعني إلى آخر، عليك بالدفع وعدم الاستجابة لهؤلاء القضاة، عدم الحوار معهم، لا تستجب لمطالبهم، يعني بمعنى تعامل معهم إلى آخر إلى الأخير. هو السلطة الفعلية تدرك محدودية الخطاب وتدرك محدودية الهامش الذي لديها، لا تريد أن يعني أن تذهب إلى قطع شعرة معاوية بينها وبين القضاء والقضاة، يعني فيها مطالب، فيها تطور، الحراك كذلك، ولكن هو ما سوف ينتج عنه. نعم. عنه هذا الإضراب. أنا أقول بالمفهوم المنطق هناك يعني خاسر، ليس هناك رابح، ولما تكون أنت على درجة عالية من المسؤولية يجب أن تتحكم في الأمور وأن تكون يعني تتميز بالعقلانية وبال يعني الوسطية في شعاراتك أو خطاباتك. أما الذهاب إلى مستنقع، ما هي النتائج؟ ماذا سوف تجني الجزائر؟ ماذا سوف تجني من هذا التعصب؟ نعم. لا تجني شيئا إلا الكارثات والأخرى. طيب. نحن الآن نطالب أن يتدخل عنصرا ثالثا، وأحفز أن يكون اتحاد نقابات المحامين كوسيط نزيه بين الطرفين لحلحلة القضاء وفق البيان، حتى يعني لا تضيع حقوق الناس وحتى لا يتضرر مرفق العدالة. نعم. نأتي الآن إلى المحور الثاني، كأن الاحتجاجات الاجتماعية تنتقل من قطاع إلى قطاع آخر، بعد القضاء والتربية والصحة هنالك قطاعات أخرى مهددة بالشلل التام من قبل المضربين الذين عبر بياناتهم أعلنوا أنه نحن سندخل إضرابا مفتوحا، وهناك من القطاعات من أعلنت إضرابا لثلاثة أيام أو يومين. أستاذ بالقاسم. نعم. هو قضية هذه الاضطرابات الاجتماعية يعني في غياب سلطة سياسية لها مشروع للخروج من الأزمة السياسية العميقة تظهر عوارض جانبية للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعني تتخبط فيها البلاد. أنت لابد أنك لما تقوم بتدير شأن عام لابد أن يكون لك برنامج آليات وتصور واضح للمعالم.
الوضع الاجتماعي ما هو إلا نتيجة لوضع اقتصادي يعني متأزم. الوضع الاقتصادي ما هو إلا نتيجة مباشرة لأزمة سياسية خانقة. في غياب أو محاولة تحييد الأطراف هذا لا يجدي نفعا. على هذا الأساس منذ البداية قلنا بأن يجب التوجه إلى توافق بين سلطة فعلية وبين نخبة الحراك حتى نتلاقى في تصور يجنب البلاد والعباد الكوارث. نعم خليك مع سيد بالقسم. أنك يعني نعم خليك مع سيد بالقسم، سنعود إليك. عاد إلينا أستاذ إبراهيم غربي الناشط السياسي، إن شاء الله نكون نسمعه هذه المرة بوضوح. أستاذ إبراهيم تسمعونا؟ نعم أسمعك أخيرا. آه يا جيد، تفضل تفضل، اكمل في النقطة التي توقفت عندها. مسماجي ولكن على الإضراب، على الإضراب، على الإضراب هذا المستمر بين القضاة والسلطة التنفيذية، وما حدث لهم أمس في مجلس قضاء وهران، اليوم أيضا في العاصمة القوى العمومية محيطة بالمحكمة، محكمة في الجزائر العاصمة، كذلك بالنسبة للقضاة المعينين الجدد أتوا إلى مناصبهم، والقضاة القدامى أيضا موجودون، وهذه الحكاية اليوم يعني. شكرا أخي عثمان، تحية لك ولطاقم قناتكم وقراء وقناة الشعب، ومن خلالكم أجبه بكم تحية للشعب الجزائري البطل المناضل والمقاوم، وعلى رأس جميع الشيخ علي بالحاج رحم الله شهداءنا وأظهر مختطفين وفك أسرانا وأعاد مبعدينا. اليوم لا يفوتني إلا أن أتقدم باسم إطارات الجمعية الإسلامية إنصار إلى عائلة السجين الشهيد عبد القادر طاهري الذي توفي في سجنه الذي يقبع به منذ 92. نعم. كان يقبع به منذ 92 يعني 28 سنة لم تشفع له والمرض تاعه ولا الكبر السن تاعه عند هؤلاء الظلمة الذين فقدوا إنسانيتهم لهيك عن أخلاقهم ودينهم وقيمهم. يعني كيفاش بريطانيا تطلق طلال عبد الباسط المغربي اللي متهم باللي قتل 270 وهؤلاء ما قدروش يطلقوا جزائري يكونوا مظلوما أكيد. معليش بغيت نقول في البدايه للشعب الجزائري عاده ولاحرار النضال ايضا ان الانسان ما يفقدش الامل، ما يفقدش الامل لان ماء الامل هو ماء الحياه ووقود هذا النضال. وذكرهم بما حدث واسمح لي قيام بذكر النبي عليه الصلاه والسلام هو خارج الهجره يعني ادركهم سلاف بن مالك هذا اللي كان يبحث عن المسلم لان كاين هديه ولا فديه كان قال اللي يجيبوه حي او ميت عندهم 100 ناقه. وفي هذا الظرف العصيب هذه الاحوال هذا الظلم الاستبداد النبي عليه الصلاه والسلام يقول لسراقه نعطيك سواري كسرى يعني رايح ندير دوله قويه وندير جيش قوي ونفتح القول ونجيب لك سواري كسرى. ونحن نقول ايضا لكل الاحرار للقضاة المحامين الذين يظلمون اليوم صبرا ولازم يكون عندكم امل باللي راح نديروا دوله وسيكون جيشنا اقوى وسنكون ان شاء الله ملاذا وقبله للاحرار وملاذا للمستضعفين باذن الله. ما يجري اخي عثمان يقول الطغاه يجلبون الغزاه يعني ما تداول مؤخرا في وسائل التواصل اللي يظهر فيديو هذا المثير للجدل يعني قوات الامن تتدخل داخل يعني تفريق القضاة بالقوة وهذا بحد ذاته يعتبر تصعيدا خطيرا وسابقة غريبة من نوعها. نعم. هذا ينذر بخطر داهم يعني سياسة العصا والترهيب التي هي من ديدن هذا النظام. في الحقيقة الشعب برمته يتعرض للإهانة والحكر. نعم. على كل المستويات كل القطاعات الأطباء المعلمين. لماذا نقول لماذا لم تعنف الشرطة في مسيرتي؟ أنا أخذت مسيرة الشرطة لا ما عنفهمش. هذا التوجه الجديد أخي عثمان. نعم. الذي في الحقيقة هو من ممارسات الماضي البائد يبين ويبرهن بأن النظام دخل في حيط وراه في كما يقولوا في رقارة. نعم سيد إبراهيم خليك. نعم. معنا فقط لأنه حبينا نشوف هذا التقرير حول الذي يحدث بين القضاة المضربين والوزير زغماطي الذي لا يريد الاستجابة لمطالب هؤلاء القضاة. تقرير في دقيقتين ثم نعود لك.
طيب، ونذكر الآن عبر هذا الفيديو بالذي حدث للقضاة أمس في مجلس قضاء وهران، عندما طاردتهم قوات الدرك الوطني داخل هذه المؤسسة، مؤسسة القضاء ومجلس القضاء بمدينة وهران، مما خلف جدلا كبيرا في الساحة السياسية وأيضا حتى المستوى الدولي. بيانات صدرت عن منظمات حقوقية تدين الذي حدث للقضاة. أعود لك سيد إبراهيم، الأمر نفسه شهدته محاكم عدة خاصة في الجزائر العاصمة. بلغنا أن القوى العمومية أيضا تحيط بمحكمة بيرموند رايس في العاصمة وكذلك في مدن أخرى للحيلولة دون عودة هؤلاء القضاة المضربين، على أساس أنه لابد من إحالة مناصبهم الآن لقضاة جدد طالتهم هذه الحركة التي أعلنها الوزير زغماتي. وبالتالي يتبين للجميع بأن السلطة التنفيذية وعلى رأس وزارة العدل لا تريد الإذعان لمطالب هؤلاء القضاة المضربين، رغم أن عددهم في تزايد، لكن مع ذلك لا تريد الاستجابة لمطالبهم. أخي عثمان، كم تغنى هذا الحاكم الفعلي الجزائر باستقلالية العدالة واستقلالية القضاء، وكان يهدد معارضيه بالعدالة. يعني هل هو كان يقصد العدالة، عدالة التليفون ولا العدالة الانتقائية؟ والشعب برمته في الحقيقة لم يستجاب لهذا الشعب منذ 6 أشهر، والملايين تخرج للشوارع لعلى الأقل يقولون لهذا النظام عليكم الاستماع لهذا الشعب والجلوس مع ممثلين، مع الخيرين، مع الأحرار لإيجاد حل. ولكن اليوم يبين بشكل لا يقبل، يعني لا يقبل الشك، بطريقة ما تقبل الشك، بأن هذا النظام ماضٍ في خريطة طريق، يعني خريطة الطريق اللي رسمها من قبل. وفي الحق الممارسات القديمة اللي معروف على هذا النظام هي التنكيل والظلم والتهديد، وسيجبرون، يريدون إجبار هؤلاء القضاة على الاستعانة بأوامرهم والعودة إلى ما كانوا عليه، قضاة تاع تليفون فقط، وإذا أمرهم بظلم المواطن فيظلمونه. ولهذا أنا نقول للقضاة اصبروا، فالشعب كله معكم. فهذا النظام راه يلعب في ورقته الأخيرة، إذا كان صبرنا في هذه الأيام فقط فبإذن الله ستنقلب، فينقلب السحر على الساحر، ويومها يولي هذا النظام يحلل باش يلقى من يتحاور معه ما يلقاش. وهذا الوزير الذي كان قاضي وكان في السابق نائب عام ما يقدرش يتلاقى مع إخوانه اللي كانوا أصدقاء وزملائه في المهنة، يعرفهم بلي ناس مثقفين يريدون الخير، حتى الامور الشخصيه ان كانوا يريدون امر ذاتي شخصي جلست معاهم يا اخي، بدل ما تبعث له القوه العموميه حتى شنا درك يضرب قاضي بكف. هذه ما صارت حتى في بلاد، وصمه عار ايجابيين هذا النظام، يعني انسان اصبح يحشم بيقول لنا نحن في الجزائر. اذا انا نقول على الجميع نقبلوا بيئه، على الاقل ايجاد بيئه يقينقية، مكاش إذا مكاش إظهار يعني إرادة صادقة للتداول للذهاب إلى اختيار الشعب، ولا يعني إعطاء فرصة للشعب باختيار من يمثله والمشروع الذي يتبناه ويرتضيه لنفسه. هذه كلها رأي غايبة من هذا النظام. النظام لا يزال وفيا ل
لجوهر نهزه المتمثل في الظلم والاستبداد والاستفراد بالحكم. هذا قد يدخلنا في متاهات كبيره قد تقسم البلاد، لان كل هذا القوى العظمى راهي تنظر الى الجزائر. نعم. الجزائر بخيراتها بما يوجد فيها من خيرات راهي كونفواتي كما يقول القوري. اذا على هذا النظام ان يعود لرشده، ان لا يعامل هؤلاء بهذه الطريقه، هذه الطريقه تاع الفراعنه، طريقه اكل عليه الدهر وشرب، عليه ان يعود الى الحوار. طيب سيد ابراهيم، هؤلاء نعم. نعم. هذا عن القضاء، الان ننتقل الى مجالات اخرى، ميادين اخرى. ينضم الينا الاستاذ امين سليماني اللي هو امين وطني للكونفدرالية الوطنية للقوى المنتجة ليعلق لنا عن هذا البيان. استاذ امين، ما المواد التي او ما على ماذا نص هذا البيان؟ عنوانه اشعار باضراب عام للكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة. طبعا المواد التي نستعين بها هي الماده 71 من الدستور. ايوه. وكما تعرف ان الدستور هو اسمى قانون للبلاد، فهو ينص على حق الاضراب للعمال. كذلك القانون 90/14 يسمح للعمال في الدخول في اضرابات. نحن نرى أنها الفرصة مواتية للعمال لمساندة الحراك الشعبي بطريق بما يستطيعون، يعني طريقة ضغط من جهتهم على الحكومة من أجل تحقيق مطالب سياسية شعبية. نعم. طيب ماذا عن البنود الأخرى، مطالب الأخرى؟ مطالب الإضراب هي مطالب شعبية، يعني احنا عملنا صبر آراء من خلال صفحاتنا، عرفنا ما هي المطالب الشعبية. كذلك نحن ناس من الحراك، يعني لا نخرج في الحراك، نشارك في الحراك، نسمع ماذا يطالب به الشعب. صحيح. فخرجنا بخمس مطالب مهمة. أيوة. المطلب الأول هي احترام الحريات الأساسية للشعب المدخولة في الدستور، وعلى رأسها الحق في التظاهر والتعبير والتنقل والحق النقابي. المطلب الثاني هو إطلاق سراح معتقلي الحراك فورا. نعم. الجميع يعلم أنه معتقلي الحراك هم ناس من الشعب وناس مظلومين. كذلك حطينا مع محاسبة كل القضاة ووكلاء الجمهورية، يعني الذين لهم اليد في القبض على هؤلاء الناس. يعني نحن هؤلاء أصحاب، يعني بمعنى هذه مطالب هي المطالب هذه التي يسمعها الشعب أسبوعيا، يعني كل ثلاثاء وكل جمعة، الحريات الشعبية الأساسية. نعم. تنحية عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي. نعم. بالإضافة إلى حل هذه السلطة المستقلة للانتخابات. ونور الدين بدوي. إيه؟ نعم، من تنحية عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي كذلك جاءت. نعم. الإشعار بالإضراب. حل السلطة المستقلة للانتخابات لعدم دستوريتها. وكذلك أمر حكومة تصريف الأعمال بالتوقف فورا عن دراسة أو إصدار أي نوع من القوانين أو المراسيم المخالفة أحكام الدستور نص المادة 102 و104. على الأقل هذه الحكومة الغير شرعية ما نعطيهاش فرصة باش تبيع البلاد أكثر فأكثر. طيب حسب معطياتكم، هل هنالك استعداد للاستجابة لهذه المطالب للإضراب هذا لثلاث أيام؟ احنا قبل ما ندخل قبل ما نعلن اشعار عن الاضراب، ايه، دسينا نبض المجتمع. نعم. وكانت وصلنا الكثير من الرسائل والكثير من التعليقات، وحتى عملنا انواع من صبر الاراء، لقينا انه الشعب متعطش. صحيح. متعطش ومستعد لدخول في الاضرابات، لانه الشعب كما تعلم اخ عثمان راه في حالة كبت. يعني تخيل هذه المظاهرات وهذه المسيرات لتسع أشهر ولم يسقط هذا النظام، بدل جلده ولم يسقط. طيب بالنسبة للكونفدرالية قالت نطالب بإلغاء انتخابات 12 ديسمبر هذه التي تريد السلطة تنظيمها،
وبالمناسبة إعلان 5 مرشحين من بقايا نظام بوتفليقة لخوض هذا السباق المرتقب. ما البديل؟ قد يتساءل المواطن، ماذا تقترحون من بديل بعد إلغاء الانتخابات؟ في الحقيقة أستاذ عثمان، نحن نطالب بتعويض الحكومة الحالية بشخصيات وطنية توافقية. نعم. من الحراك. أيوة. هذه الحكومة ستظهر على عمل انتخابات نزيهة والنبلة رايحة تترشح، يعني نقدر نظن أن الصندوق لم يزور والناس اللي راح تفتح، يعني الناس نقدر نديروا موعد انتخابات جديد وترشح فيه ناس لأي شخص يقدر يترشح يا أخي، والصندوق راح يعطيه، الشعب اللي راح يعطيه. نعم. إذا عدنا إلى الإشعار بالإضراب العام أمين، هل أشعرتم رئاسة الحكومة، رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع، الأمن الوطني، هل هم على علم بالإضراب؟ تم إرسال الإشعار بإضراب إلى كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وإلى المجلس الدستوري. نعم. يعني المجلس الدستوري هو المجلس الذي دخلنا معه في نزاع جماعي من الناحية القانونية. نعم. فالإشعار أرسل إلى المجلس الدستوري وإلى رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع. جيد. الذي يقرأ في العنوان يقول الكونفدرالية النقابة القوى المنتجة، معناتها مجموعة نقابات وليس نقابة واحدة، هل هذا صحيح؟ نعم أخي عثمان، هناك عدة نقابات. أيه. وفدراليات ولجان منضوية تحت الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة. كذلك أنبه لشيء مهم جدا يا أستاذ عثمان. فضل أمين. أنه حتى ولم يكن العام المنخرط ضمن نقابات الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة، فهو له الحق للامتثال للإضراب الذي دعت له الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة. ومن هذا المنبر أنبه أو أصرح أو أدعو جميع العمال للمشاركة في الإضراب واستعمال هذا الإشعار بإضراب كحجة قانونية للغياب. حتى نقابة سون الغاز نقرأ اليوم أنها في إضراب بداية من غدين، من 5 نوفمبر نقابة سون الغاز بدورها تدعو إلى إضراب عمالها. نعم أخي عثمان، حتى نقابة سون الغاز هي منضوية تحت الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة، النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز ناتاج والمشهورة بنضالها، هي منضوية تحت لواء الكونفدرالية. وكذلك نقابة الطاقة، النقابة الوطنية لعمال إنتاج الكهرباء، كذلك هناك فيدرالية الوطنية لعمال الكهرباء والغاز. يعني تقريبا نقابات في الكونفدرالية منضوية تحت الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة هي نقابات متوغرين أكثر في القطاع الصناعي وقطاع الطاقة. لهذا نعم، النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز ستدخل رسميا في الإضراب. وهو كذلك سيد أمين، أشكرك شكرا جزيلا أمين سليماني عن هذه المعلومات كلها، الأمين الوطني للكونفدرالية الوطنية للقوى المنتجة، كنت معنا من الجزائر. ونعود لقراءة في هذا الإضراب وهذا الإشعار مع الأستاذ المحامي رجل القانون أستاذ بالقاسم. ما رأيك أستاذ بالقاسم الآن، كأنه حدة الإضرابات تنتقل من قطاع إلى قطاع، اليوم بيان للكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة، نقابة سون الغاز، كذلك بالنسبة للنقابات تربوية حرة مستقلة هي الأخرى تلوح بالإضراب، بالإضافة إلى مؤسسات وشركات أخرى، تصعيد طبعا هذا التصعيد كله سلبي، هناك من ينتصر نهائيا للحراك الوطني والثورة السلمية، وهناك ما زال من يطالب بهذه المطالب الاجتماعية الفئوية. وفي واقع الأمر انتخابات أو موعد انتخابات 12 ديسمبر والرؤية غير السليمة للسلطة الفعلية في حل الأزمة السياسية بعد إلغاء انتخابات 18 أبريل يدفع الآن نحو زيادة من التأزيم، لأن ما كان تتصوره السلطة الفعلية لحل حالة الأوضاع يعني أثبت عدم جدواه وعدم نجاحته. الإشكال الآن أن الصراع بدأ يحتدم وأن هناك ضغوطا، لأن أغلبية الشعب يرى بأن
الحكومة الحالية أو إعادة استنساخ وجوه النظام البوتفليقي بنفس الوجوه، يعني أننا ما ذاهبون في نفس الطريق ونفس التوجه، وهذا لا يخدم مصلحة الشعب والبلاد. يعني لهذا تلجأ النقابات يعني إلى تصعيد اجتماعي، لأنها تعيش تجليات أزمة اقتصادية سوف تكون يعني كارثية عليهم. نعم. وعليه فهم يلجؤون إلى الإضراب حتى يعني يقوون من قوتهم التفاوضية وإعادة خريطة اجتماعية وإعادة ترتيب البيت الاجتماعي وإعادة ترتيب بيت الحقوق العمال والنقابات. يعني هناك الآن نحن نعيش نتائج سوء تصور وتصور غير سليم لحل الأزمة. لو أن السلطة الفعلية تعاملت بإيجابية مطالب الحراك بإنهاء كل رموز النظام البوتفليقي البائد لما وصلنا إلى هذه الحالة من الانسداد والثنائية التي تحمل في طياتها مخاطر كبيرة. يعني أنا أقول لك بصراحة أن البلد مريض، ويعني الله يعطينا الصبر ويعطينا العقل والحكمة حتى نجنب بلدنا الكوارث. نعم، خليك مع أستاذ القاسم. نعود إلى هذه الأجواء، أجواء الغضب المتصاعد، المساندة والدعم للمضربين أو للحراك الثورة السلمية في الجزائر، ما عاشته لندن أيضا يوم السبت، ثم ننتقل إلى موريال المدينة الكندية. هذا الشعب هو الرئيس، له شرط لا باريس، هذا الشعب هو الرئيس. سامي دون سامي دون للعصابة رافدون، لا موسكو ولا باريس، هذا الشعب هو الرئيس. لا موسكو ولا باريس، هذا الشعب هو الرئيس. تبعوا البانر، البانر يخلص هنا. إذن مشاهدينا، كانت هذه هي لندن ومسيرة يوم السبت دعما للثورة السلمية في الجزائر. ماذا عن أبناء الجارية في موريال الكندية؟ اليوم في موريال 2 نوفمبر 2019 الجالية الجزائرية في كندا في مسيرتها من بلاس كندا إلى القنصلة الجزائرية. عودك سيد إبراهيم، سامحني فقط طولت عليك شوي، ماذا يمكن أن نعلق
عما يكتب منذ يومين في مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الانتخابات، عن مخرجات هذه السلطة، غضب متصاعد من هذه النتائج التي أفرزتها هذه السلطة، سلطة الانتخابات، الإبقاء على 5 أشخاص على أساس أنهم سيخوضون غمار هذا السباق. طبعا هذا السباق مرفوض وطنيا من يوم إلى آخر، من أسبوع إلى آخر، خاصة بعد بقاء هذه الأسماء، بمعنى حتى الذين كانوا لديهم بصيص من الأمل ضاع منهم هذا البصيص. طبعا دائما المصدر هو مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدثون عن أنه كأن الجمل تمخض فولد فأر. شوف أخي كريم، الحمد لله، نقول الحمد لله الذي جعل الغباء جنديا من جنوده، فغباء هؤلاء هو الذي يقوي الحراك ويزيد في أعداده، هو الذي يدفع الشعب التفكير في إجراءات صعيدية أكثر، إضراب الشامل، الاعتيال المدني. يعني هذه الممارسات تاع هذا النظام هي اللي راهي تخلي الشعب يتحرك. أنت هل النظام لو أنه فكر قليلا ما راش رشح بوتفليقة، وكان ما رشح بوتفليقة رشح غيره، ممكن ما يكونش كاين هذا الحراك. ثم بعد ذلك لو كان جاب إنسان عندهم، هما في الأرشيف عندهم آلاف من الناس، كان جاب واحد غير معروف ما كانش العصابة وقدموا على رأس لجنة الحوار ثم واحد على رأس السلطة هذه، لا استطاعوا يعني يهفوا كثير من الناس كما نقولوا. ولكن هؤلاء هذا الغباء تاعهم ادفعهم الى حدهم، ونقولوا احنا هذه الانتخابات اللي يفترض بها ان تعبر عن قناعة الشعب والإرادة تاعه، وان تكون مدخل للاستقرار باش ترتب الوطن الذي طالتيه، لا أن تكون وسيلة وأداة إقصاء والتهميش واستبعاد جماعة ولا فصيل ولا سيار، ولا أن تكون أيضا مطية وغطاء لبقاء واستمرار العصابة والنظام كما نشهد اليوم. حتى اليوم لو كان زاد وزود، أعطيك مثال، لو كان أبقوا على مسدور وبقوا على خرشي لكانوا استطاعوا أن يجلبوا بعض آلاف الأصوات أخرى يعني في حالة ما إذا زود. ولكن إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذا دفعهم لحدهم إن شاء الله، وهذا ما يراه الناس جميعا. أنا أنصح الإخوة يعني أنصحكم أن يكفوا مثلا للتعرض لإخوانهم الذين كانوا في جهات أخرى، كانوا يظنون أن هذا القيادة على يعني. ولكن القضية ليست قضية أسماء أستاذ إبراهيم، قد يقول لك قائل وهو يستمع إليك الآن، لا معنى للأسماء، الحديث كله عن العملية الانتخابية برمتها، حتى ولو أتى بشخص مستقل ونظيف كل النظافة. الإشكال الأكبر في هذه العملية الانتخابية برمتها، وبالتالي الأسماء نبقيها على جانب، الحديث كل الحديث عن هذه العملية ليست نظيفة من البداية، الطريق ليس معبدا، هذا هو المقصود. أنا معك، الظروف الحالية لا تسمح بانتخابات حرة لا تنتج ولا جبنا رئيس يعني يكون عنده الشرعية الكافية لإحداث تغيير المشهود. لا، أنا نتكلم على الغباء تاع هذا النظام. يعني لو كان ما كانش غبي إلى درجة كبيرة كان يخلي أسماء اللي بيها قادر يهب فيها ناس، والانتخابات ما تكونش حتى ولو بقي خرشي وفلان وفلان. ولكن اليوم ألب الجميع ضده، والحمد لله الجزائريين بالداخل والخارج كلهم هرك صبت واحد يقولوا لا لهذه الانتخابات، وأدركوا وأصبحوا على درجة عالية من الوعي أنهم لو كان ما يقفوش خاوة اليوم الوطن تاعهم هذا راح يزول. رانا مهدين في بقاء وطننا، في بقاء أمتنا، على الجميع ترك جانب كل الخلافات. أنا بغيت نقول الخاوة حتى اللي كانوا متوفرون وعاودوا ولاو للحراك، عاودوا لإخوانهم، ما يبقاوش يذكرهم بالأيام الخالية تلك. لهذا ندعو الشعب للتحلي باليقظة والحذر والحفاظ على السلم الأهلي ودعم الحراك في تقويته والحفاظ على زخمه وسلميته بما يحقق إن شاء الله أهدافه المشروعة واللي هي أهداف الشعب، وقطع الطريق أمام هؤلاء الأعداء في الداخل والخارج، وإجهاض أيضا مخططاتهم وأنجلتهم. يعني الواقع المر اليوم يحتم علينا أن نتوحد جميعا لإنقاذ هذا الوطن، والحمد لله الذي نلاحظه الآن في القرى وفي المدن وفي المداشر يعني صوت واحد لا للانتخابات، ثم لا بد من ذهاب هذا النظام. طيب أستاذ إبراهيم، هذه البداية فقط خلفت غضبا متصاعدا، فما بالك بالحملة الانتخابية؟ كيف يجري هؤلاء الخمسة حملتهم الانتخابية أمام هذا الغضب المتصاعد؟
هل تترقب مواجهات سلمية طبعا بين الشعب الذي يرفض وجود هذه الأسماء، يرفض حتى حديثهم لأنهم قبلوا الدخول في هذا المعترك؟ يا رجل، الإنسان منع حتى من أكلة سهية في مطعم سوري. كيف هاكيف بهؤلاء أن يستطيعوا هم يروحوا يديروا حملة انتخابية؟ وين يديروها؟ اللهم يديروها في قاعات مغلقة ويجيبوا أجهزة الأمن كلها تمنعهم، وتولي بالتالي ماهمش يخاطبوا الشعب إنما يخاطبوا جماعة معينة. لا مكان يا أخي الكريم، لا انتخابات ولا حملة انتخابية ولا زردة انتخابية. الأمة كلها مجندة لإجهاض هذا اللعبة هذه. هذا على من تنطلي؟ هؤلاء هبلوا يا أخي، هذول الحين راح يشوفوا الطيب عن هبل. الناس دخلوا في دائرة الهبال. بالله عليك، شكون هذا اللي قادر؟ هذا بالبيت ما قدرش ياكل. قادر هذا بن قرينة يرى يتفتح علينا، قادر يجي هو يتكلم في وسط الشعب. وأنا نقولهم نتحداهم أنهم ينزلوا للحراك إن كانوا حقيقة يمثلون هذا الشعب، وراهم يتبدعوا ويتكلموا بملء فيهم بالفم الملآن، وإحنا رانا مع الشعب. أنزل يا أخي، روح للعاصمة، روح لأي ولاية، أي بلدية اللي تشوفها راهي معاك، انزل لها وسترى ما يفعلوا بك أبناء الحراك وأبناء الجزائر الحرة. خليك معنا أستاذ إبراهيم، سأعود إليك للحديث عن محور الطلبة. هم على موعد غدا مع الحراك الطلابي 37 بعد شهدنا الجمعة التاريخية الاستثنائية بامتياز الجمعة الماضية. الطلبة مدعوون أيضا للنزول مرة أخرى في مختلف الولايات وعلى رأس ذلك العاصمة غدا عبر الجولة 37. ولكن قبل هذا أعود أستاذ بلقاسم للتعليق عن إصرار السلطة أستاذ بلقاسم على المضي قدما في هذه العملية بعد هذا الرفض لهؤلاء الخمسة. ها هي السلطة تعلن أن المجلس الدستوري على موعد لتلقي هذه القائمة للبت فيها، للبت في الطعون أيضا، واعتماد القائمة النهائية. بعد ذلك تقول السلطة تنطلق حملة انتخابية بعد أسبوع آخر. ماذا يمكن أن نعلق على هذا الإصرار؟ الشعب يرفض الانتخابات ويرفض هذه الأسماء والحملة الانتخابية وكل تجلياتها وتبعياتها، السلطة ما تزال في طريقها في غيها أنه احنا ماشيين وفق ما يقول الدستور، بمعنى العملية الدستورية. هو واقع الأمر يعني يجعل أي عاقل ينظر إلى أن هناك هروب إلى الأمام. المأزق يشتد، الهروب إلى الأمام بقي هو المناد الأخير لتفحم تصور سلطة فعلية حاولت بكبريائها أن تفرض من جديد وصايتها. ما يشيد هذا هو تخوف من الحراك، وأنا أكيد بأن الحراك سوف يفشل، لأن ذهاب منظومة الحكم بتصورها الحالي المتفحم والمفسد لا يمكن أن ينال من الحراك، لأن الحراك عدة وعددا كبيرا، وبالتالي له يعني له الآن وكشف عن ذكاء سياسي فارق. نعم، يعني فائق ذكاء سياسي فائق للحراك، وبالتالي قضية الانتخابات من عدمه، أنا يعني بكل يعني تأكيد أنا أقول لك العملية سوف تفشل، لأن لا يمكنك إجراء انتخابات دون رضا وقبول الشعب. الانتخابات في غياب الشعب عليك أن تستولي لشعب آخر، لا زيادة ولا نقصان. أما التسويق الإعلامي هذا يعني هو نفخ في يعني نفخ في بالون مسكوب فقط، لا زيادة ولا نقصان. الآن إشكال كيفية الخروج. الآن التعنت وتغنات هذه سوف يعني تكون يعني قاسية على من يتحمل المسؤولية ويتحمل المسؤولية التاريخية أمام الوطن وأمام الشعب وأمام الله. نعم، وهو كذلك سيد بلقاسم. سيد بلقاسم بقيت معنا طويلا، سمحنا فقط، شكرا جزيلا لك سيد بلقاسم نايت صالح، المحامي ورجل القانون والناشط الحقوقي، كنت معنا من وهران عاصمة الغرب الجزائري، شكرا جزيلا لك. نعود لك سيد إبراهيم من جديد للتعليق على ما سيصنعه الطلبة غدا. الوزير قال عليهم أن الطلبة اللي موجودين في الشوارع ما همش نتاعنا، هذو ما خاطين طلبة نتاعنا راهم موجودين في الجامعات ويدرسوا لا بس عليهم. ولكن المنتظر غدا أن الطلبة يردون على الوزير، يردون على عبد القادر بن صالح، ويستمرون مع هذا الحراك السلمي ويستمدون العبرة والدرس والعظة من أول نوفمبر. ماذا يمكن أن نعلق عن مسيراتهم غدا أستاذ إبراهيم؟
أخي الكريم، الطلبة هم يعني القلب النابض لهذا البلاد، هم ثانيت أيضا الوقود لهذا الحراك، بحيث أنهم الثلاثاء هي اللي تصنع الجمعة، والعكس صحيح أيضا. الطلبة تكلم هذا الوزير وقال اللي طالبت عنه فلك، فأشهروا بطاقاتهم، كل واحد جاب البطاقة بطاقة طالب وأشهرها بدير فيها المسيرة، ويقول نحن طالبها مثلا. حتى الطالب اللي سلك لها في الماستر أو الدكتورة، يعني كل هو يريد يعني إضعاف هذا الحراك تاع الطلبة. ولو كان قدرهم الله عز وجل لا قضوا عليه، ولو كان قضوا على هذاك الولداء يعني تبقى لهم ينفردوا بالجمعة، ولكن غدوة إن شاء الله حراك الطلبة سيكون أقوى بزخمه وشعاراته، بعد كثير من الشعارات، وعندنا علاقة بالطلبة وهم يصنعوا في شعارات ستفرج قلوب الجزائريين إن شاء الله غدا الثلاثاء، ويكونوا بقوة، وهذه هي اللي تعطينا قوة، وهذا جاء المولد النبوي الشريف أيضا على الأبواب، وهذه إن شاء الله تخلي النظام يفكر ماليا لأي خطوة راح يخطوها في المستقبل. ونعود ونكرر وننصحوهم، ما زال الوقت، إن جامي طروطار بول بيان فارق الرومي، عليهم إلى العودة إلى شعبهم، العودة الاستماع إلى شعبهم، الاستماع إلى الأخيار في هذا الشعب، الاستماع إلى العقلاء، ويخلونا من هذا الرأس الخشين وهذا الفكر تاع العسكر أنه يأمر فلازم يطبقوا الناس، فهذا الأمر غير وارد في هذه اللحظة، والشعب كله مجند والحمد لله. وسترون الجمعة القادمة هذا الثلاثاء والجمعة بإذن الله، وسترون الإضرابات كيفاش راح تشل، وهذا الاقتصاد، هذا الأزمة القضية الخانقة اللي راح تعيشها الجزائر ومازال تعيشها في المستقبل في 2020، ستكون هناك يعني أزمة اقتصادية خانقة، وإحنا متمنين أن تكون سلطة شرعية يومها باش الشعب يتفاعل معها وقادر يصبر معها، لأنه يثق فيها، أدب نابعة منه، هو اللي أوجدها، هو اللي قادر يتفاعل معها، هو اللي قادر يصبر عليها ويصبر على كثير من الأمور اللي راح تكون خطيرة وخطيرة جدا في 2020. نتمنى للجزائر إن شاء الله الأمن والأمان والازدهار، وإن شاء الله نخرج من هذه المحنة أقوياء، وإن شاء الله بإذن الله الجميع يلتف حول الجزائر هذه الجزائر اللي عانات، يعني طال ليلها وطال بكاؤها وطالت آهاتها، أنا الآن سعيدة بريقها ونورها حتى نول المكان اللي طيب، وما ذلك على الله بعز. وهو كذلك سيد إبراهيم، شكرا جزيلا لك. إبراهيم غربي الناشط السياسي، وقد بلغني اللحظة مشاهدينا أنه في مدينة الأغواط الآن ليس فقط السخط على مسؤولية السلطة في هرم السلطة طبعا، وإنما أيضا حتى على البرلمانيين، حتى على من يسمون بالسيناتورات اللي هما أعضاء في مجلس الأمة في مدينة الأغواط. يتكلم الأخ أحد ما نشره فيه على صفحته بأنه السيناتور محمود قيساري وعصابته يضربون المناضلين في مقهى في مدينة الأغواط. طبعا هذا السيناتور من الأفلان، يقول هذا المقهى مقابل دار ثقافة عبد الله بن كريو، ولذلك نرى حتى الغضب يتصاعد في الجزائر العميقة تجاه هؤلاء المسؤولين الذين ما زالوا يخدمون السلطة، رغم أن الثورة السلمية مضى عليها 37 أسبوعا ونحن على مقربة من الأسبوع 38. لأهمية الأمر، أمر هؤلاء القضاة وإضرابهم المستمر والشد والجذب بينهم وبين السلطة التنفيذية وعلى رأسها وزارة العدل، نعود مشاهدينا للقضاة من جديد لنستمع لكلمة أحد هؤلاء القضاة المضربين في المضربين، أعتقد في محكمة بالجزائر العاصمة، محكمة العليا بالجزائر العاصمة. لا مش الهامات هذا، لا هذا الهامات هذا. الو سيد غيث، قول لهم ياسين قول لهم نخدموا، نخدموا الصلاه والسلام على اشرف يدك كما قلتها اخو الكادر امام الرئيس للمحكمة العليا، أكررها الآن بشيء من التفصيل. إن الذي جرى أمس في وهران فضيحة بجميع المقاييس للأسباب التالية: أولا تنتهك حرمة مجلس قضائي، ويضرب القضاة داخل حرم المجلس القضائي، هذه الواقعة.
تشكل في القانون إهانة واعتداء على القضاة لمناسبة وظائفهم يعاقب عليها قانون العقوبات الجزائري الذي سنه المشرع الجزائري. الحاجة الثانية هذا ما صرش في كوريا الشمالية، ما صرش في حتى بقعة في الكرة الأرضية، صرت في حتى زمان منذ خلق الأرض الله الكون. باش تفهموا باللي فضيحة ومهزلة وكشفة بالدرجة، كشفة وتبهديلة أمام العالم، رامي يضحكوا علينا قاسما بالله، رانا نحشموا بالشي اللي صار. إذا ما هو الحل؟ الحل هو أن من سخر القوة العمومية، وأقولها ولا أتردد، والنائب العام لدى مجلس القضاء وهران نفذ أوامر أسياده، عليهم أن يحاسبوا وأن يتحملوا مسؤوليتهم. إحنا ما نسكتين على هذه أبدا، ما خفناش من كافي عمرنا 30 عام، ماشي من رافع عمرنا 66. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، سألني أحد المطلب وأم المعارك هي استقلال القضاء. اسمح لي زميلي المحترم سي مبروك، المطالب الفئوية مشروعة ومشروعة جدا ونعاني منها جميعا، ولكن المطلب الأساسي الجوهري الذي إذا تحقق يتحقق لنا كل شيء هو استقلال القضاء. ما معنى استقلال القضاء؟ هو قضاء لا يخضع طبقا للدستور إلا للقانون، معناها قضاء يحمي، هذا هو القانون، واللي يسخر العدالة لخدمة مصالحه الآنية سيأتي يوم تضربه العدالة كما ضرب بها غيره. أمثلة كثيرة في التاريخ والمعاصر حبيت نقولها. احنا قضاة المحكمة العليا كنا متحدثين على الحركة على الشباب وقضاء خير متفاهمينها ومعاهم ومساندينهم، ولكن أن يعني احنا التصور تاعنا تصور اخر هو استقلال القضاء قبل المطالب الفئويه. معليش اختلاف الامه رحمه، ولكن هنا بلغ السيل الزبا. من ولي القاضي يتصوت يا عباد الله؟ غدوه يتصوت الوزير، ومبغد يتصوت الوالي، وعليه يتصوت الضابط، ويتصوت الجنرال، ويتصوت المحامي، ويتصوتوا من قبل، تصوتوا الاساتذه، وتصوتوا الاطباء، وتصوتوا الان وصلت القضاء. اذا نخلوا الراي العام الجزائري يحكم على هذا الحال. قرينا في حسابات التواصل الاجتماعي كاين اللي يقول القضاة كفار وظلموا. يا رجل ما تغلطش، الا ظلمك قاضي كفرد ما تكونش ضد القضاء كمؤسسة. القضاء كمؤسسة تحميك يا رجل، تحميك، عمرك ما تغلط. كي داك اللي يسب الطب باسكو طبيب غلط معاك ولا تسب الطب، لا، يجي واحد الوقت يسب الطبيب اللي يداويك. اذا كان قاضي ظلمك كاين قاضي اللي يوصفك، هذه سنة الله في خلقه. إذن إلا الشعب ما وقفش مع القضاء في هذه المرحلة، فعلى الجزائر السلام، فعلى الجزائر. مع باقي قضاة المحاكم والمجالس القضائية، وهذه الوقفة تعبر عن الأسف والتذمر الكبير، عن الإهانة التي لحقت القضاء ومؤسسة القضاء برمتها في الأمس في وهران. ما حدث لا يمكن تبريره مهما كانت الظروف والأسباب، ويتعين على القائمين على الشأن العام اتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة من أمر ومن نفذ، لأن الذي أهين هم زملاء لنا وأبناء وإخوة لنا، وتم داخل مسكننا انتهاك حرمة المنزل في الظروف العادية جنحة يعاقب عليها. إهانة القاضي أمام منصة القضاء هو إهانة للدولة برمتها، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في هذا. بشأن الاحتجاج، وباش نكون اشبع فضول الصحفيين وربي يكون في عونكم، انا تبهدلت الصباح نخرج تجريهم وراي، ما نحبش هذا المنظر بصراحه، لانه لازم كل 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 مهنه عندها ضوابط يتعين تقيد بها، لانه الناس اللي يخدموا فيها ناس محترمه. سمعت بالامس تصريحات مختلفه لمسؤولي وزاره العدل فيها بعض الحقيقه وفيها بعض المواربه وفيها بعض التجني وفيها شيء من الكذب، باش نكون واضح. عارفين المطلب الأساسي للقضاة هي القطرة التي أفاضت الكأس. قلنا بأن القضاء لم يكن مستقلا منذ الاستقلال إلى اليوم، ونأمل أن
تكون هذه المحطة هي نقطة الانطلاق لعدالة مستقلة يطمئن إليها. إذن كانت هذه كلمة أحد القضاة أولا أمام مبنى المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، ثم أتى دور نقيب النقابة أو مسؤول النقابة، نقابة القضاة المضربين، الذي فهم من تصريحهما بأن القضاة ما زالوا مضربين ولم يوقفوا إضرابهم بعد، بل هناك بيان أعتقد أمس يريد التفاوض مع وزير جديد، ينكرون استمرار هذا الوزير، لا يريدون بقاء الوزير زغماتي بالقاسم زغماتي في هذا المنصب وزيرا للعدل. نرحب بانضمام الأستاذ مراد تشيكو من جنيف معنا. مراد تشيكو المحامي النقابي والناشط الحقوقي. مراد، ماذا يمكن أن نعلق على ما يجري الآن في المشهد السياسي بعد ظهور هؤلاء الخمسة الذين أفرزتهم سلطة الانتخابات، وكذلك بالنسبة للقضاة واستمرارهم في هذا الإضراب؟ السلام عليكم وعلى كل مشاهدينا الكرام. عليكم السلام. بالنسبة للمشهد السياسي وبالنسبة للخمسة المترشحين، شيء واضح أنه لا فرق بينهم وبين العهدة الخامسة، يعني كلهم كانوا من داعمي العهدة الخامسة، وكلهم كانوا من عبدة الكادر، وكلهم يصبون في وعاء واحد، يعني كلهم ليست لهم أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب مع الحراك أو مع التغيير أو مع ما يسبو إليه هذا الشباب. فهذا الأمر مفروغ منه، والحمد لله كل الشباب الآن يعلم ويدري أنه الخمسة لا يوجد تغيير بالنسبة لهم، وعقدنا العزمة على أنه لن تكون هذه الانتخابات، وكل الشباب يعلم هذا، وأنه سواء مرت أو لم تمر فالحراك مستمر إلى غاية تحقيق أهدافه، يعني وكأنه لا حدث هذا الخمسة هذو. هذه من ناحية، من ناحية القضاة إضرابهم، نحن كنقابيين نؤيد كل الإضرابات وندعم كل الحركات الاحتجاجية مهما كانت، إلى أنه أسجل بعض التحفظ أو بعض النقاط على القضاة، يعني رغم ما عانينا منهم وعانى منهم الشباب وكل من هم الآن في السجون كانوا بسبب القضاة، ولكن نضع النقاط على الحروف، نقول نحن ندعمهم وندعم حركتهم إذا استفاقوا من نومهم، يعني إذا لم يبقوا في غفلتهم. لكن أنا الخوف متاعي أنه اليوم ندعمهم كشباب أو كحراك أو وغدا تعود حليمة إلى عادتها القديمة، يعني يعودوا بنفس الطريقة، يتلقاوا الأوامر بالهاتف ويسجنوا النشطاء والشباب، والغريب في الأمر أنهم يعلمون علم اليقين أن كل التهم الملفقة إليهم ليست بتهم، يعني كلها تهم باطلة وليست يعني واقعية. فلهذا أعتقد أن هذه الحركة راح تفطنهم أو تفطن البعض منهم، لو أنه أنا متأكد أنه ليس كلهم يعني راح ما يواصلوا في ممارساتهم مع العصابة، لكن أعتقد أنه البعض منهم راح يفطن وراح يتأكد أنه الأصل في العودة إلى الشعب وإلى أحضان الحراك، وهذا لهذا نحن ندعم هذه الحركة ونتمنى أن يعلنوا عبر كل القطر الوطني، عبر كل المقاطعات أو الولايات، أو أنهم لن يدعموا هذه الانتخابات ولن يدعموا هذه العصابة، ويعلنوا صراحة أنهم مع الحراك. هكذا يستطيع يعني الحراك يستطيع أن يحضنهم وأن نواصل المسيرة مع بعض، ويدخلون في التاريخ من بابه الواسع، يقولون أن القضاة توقفوا وقفة مشرفة. طيب، كيف مضت وقفة جنيف لأبناء الجالية الجزائرية هناك في سويسرا دعما ومساندة للثورة السلمية؟ أبناء الجالية الموجودة في جنيف، كل أحد منذ 22 فبراير كل أحد تقوم بوقفات دعما للحراك في الجزائر، وترفع نفس المطالب ونفس الشعارات التي يرفعها الشباب في الجزائر. وكنا قد أقمنا ندوة خاصة بأول نوفمبر البارحة،
تحدثنا عن ما يجري في الجزائر وتحدثنا عن كيف نستطيع أن نقدم الدعم. أولا تحدثنا عن الدعم الخاص بالمعتقلين السياسيين، كيف ندعمهم، كيف نساعد المحامين لكي يستطيعوا أنهم يقوموا بواجبهم على أحسن وجه، كيف ندعم عائلاتهم حتى ما يحسوش أنهم لوحدهم. كذلك تحدثنا على التحضير لمسيرة كبيرة جدا لكل الجالية في أوروبا. نصبنا لجنة هي الآن تدرس في طريقة وكيفية القيام بهذه المسيرة. ممكن هذه المسيرة تكون على مستوى جنيف أو تكون على مستوى الاتحاد، مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل. هذا لم نوصل فيه بعد، لكن الجالية هنا في جنيف وفي معظم الدول الأوروبية واقفة وواعية وداعمة للحراك بكل ما أتت من قوة، ولن نتأخر ولن نقف إلا بعدما يعلن الحراك أنه قد انتصر واستقل وأعاد الجزائر إلى أحضان شعبها. بارك الله فيك مراد، شكرا جزيلا لك. مراد تشيكو النقابي والناشط الحقوقي، كنت معنا من جنيف السويسرية، شكرا جزيلا لك. إذن الجديد فقط اليوم مشاهدينا الكرام هو هذا الإضراب أو الإشعار عن الإضراب بداية من يوم غد، من يوم غد للكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة بالإضافة لنقابة سونا الغاز أيضا، وهذا الغضب المتصاعد لهؤلاء القضاة بعد ما شفنا البارح وهران وتدخل القوى العمومية على رأسها الدرك الوطني لفض الحضور، حضور القضاة المضربين الذين رفضوا استبدال مناصبهم بقضاة جدد، ورفضا لهذه الحركة التي أعلنها الوزير التي شملت حوالي 3000 قاض. اليوم أيضا في المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، كذلك في المحكمة بن مراد رئيس، كذلك في العاصمة وجود مكثف للقوى العمومية درك وشرطة للحيلولة دون مجيء القضاة المضربين مرة أخرى. وبالتالي يفهم من هذا المشهد أن الوزير رفض تلبية مطالب هؤلاء القضاة المضربين، وبدلا من الحوار معهم وفتح ما نسميه نحن بالحوار النزيه والمسؤول، ها هو يرسل لهم القوى العمومية، بمعنى لا بديل عن القوى العمومية. إما تقبلون بهذا الوضع الجديد، وإما القوى العمومية تنتظركم، بمعنى سيناريو بوتفليقة في السنوات العجاف أو المربع الأول نعود إليه اليوم. ما جرى للعمال المضربين وكذلك الأساتذة في قطاع التربية أيام الوزيرة بن غبريت، وكذلك للأطباء إبان إضرابهم، أقصد الأطباء العموميين، يعود اليوم بطريقة أخرى. يفهم المواطن أو المشاهد الآن معنا بأنه لم نتحرك قيد أنملة في مجال الحريات الأساسية للمواطنين، وما تزال دار الرقمان على حالها. تلتقون مشاهدينا في الدقائق القليلة المقبلة مع باقي الزملاء لتكملة هذه التغطية المفتوحة والمستمرة. شكرا جزيلا لكم.